النهارده اقول لكم على افضل ماسكات او حمام كريمات للشعر، بترطب، بتعالج، بتفرق في التقصف، بتفرق في الهيشان، بتفرق في تنعيم فتله الشعر، وفي نفس الوقت هي في الفئه الاقتصاديه. لو انت واظبتي على استخدامها هتفرق تماما في شعرك. الحمامات الكريم دي كلها انا جربتها وهقولها لكم بالترتيب، وهقول لكم ايه اللي تستخدموه لو الشعر مجهد من صبغه، لو الشعر مجهد من حراره عاليه، لو الشعر مثلا فيه تقصيف او فيه شعر عندك بيتكسر. كل حاجه هقول لكم استخدامها وتكرارها وايه اللي ينفع كل اسبوع وايه اللي ينفع مثلا مرتين في الشهر بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجه هرشحه لكم كده رقم 5 لحد رقم 1. رقم 5 معايا وهو حمام كريم من شركه كمينا بالارجان. حمام الكريم ده حلو جدا، انا اخر مره كنت جايباه كان ب 65 جنيه. مستو ان هو ما فيهوش فيه اي مواد ضاره للشعر. حمام الكريم ده مناسب للشعر اللي هو متوسط الجفاف، ناس اللي شعرها ويفي، ومناسب كمان للشعور اللي هي العاديه الناعمه اللي محتاجه بس ترطيب، مناسب للشعور اللي هي فيها هيشان بسيط او تقصف بسيط، مش الشعور المجهده قوي، يعني مش لشعر مثلا تعبان من صبغه، مش شعر تعبان قوي من الحراره. زي ما قلت لكم هو عايز شعر متوسط في الجفاف، هيبقى مثالي جدا بالنسبه له وبالنسبه لسعره، وفعلا هتلاقي فيه تاثير كويس في الهيشان وتنعيم الشعر، وفعلا بيدي ترطيب محترم للشعر. فده اول نوع بالنسبه لي. النوع اللي ياخد معايا رقم 4 بالنسبه لي وهو النوع ده من بايوسوفت. بايوسوفت اللي انا جربته فيه اللي هو البايوسوفت بالارجان. حمام الكريم ده لازم تاخدوا بالكم ان هو من حمامات الكريم اللي قوامها تقيل قوي، عشان الناس اللي مش بتحب القوام التقيل ده مش هيكون مناسب ليها، ولكن هو ترطيبه كويس، مناسب برضو للشعر متوسط الجفاف او متوسط التلف. الشعر الشديد الجفاف او الشديد التلف او المجعد قوي او الخشن قوي مش هيكون بالنسبه له، يعني هيبقى بالنسبه له تاثيره 50-60% بس، مش حمامك الكريم اللي انت هتنبهري بيه لما تستخدميه. ولكن انا حطيته في رقم 4 لانه كميته حلوه، كميته حلوه بالنسبه لسعره، يعني سعره 65 جنيه وكميته محترمه، فدي برده حاجه تخليه رقم 4 بالنسبه لي. كده ده ثاني نوع معايا اللي هو بايوسوفت ارجان. رقم 3 بالنسبه لي وده انا بحبه جدا 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 وهو حمام كريم ايفا كلينيك بالكرياتين. طيب الحمام ده بقى انا بحبه ليه وميزته ايه بالنسبه لي؟ ان هو حمام كريم علاجي لانه هو بالكرياتين. احنا طبعا عارفين ان الشعر بتاعنا البروتين الاساسي اللي فيه هو بروتين الكرياتين، تمام، وان البروتين ده من البروتينات اللي بتتاثر عندنا لما نعمل صبغه للشعر او نفرد شعر كتير، ونقص البروتين اللي في الشعر بيعمل لك تقصف في نهايه الاطراف، وبيعمل لك كمان ان الشعريه معاك تبدا تتقطم، يعني تلاقي الشعريه بتتقطم عندك بسرعه او بسهوله، وتلاقي وانت بتسرحي شعرك في شويه شعر كده ايه متقطم بيقع منك. ده بقى ينفع للشعر شديد التلف او شديد الجفاف او الشعر اللي هو فعلا عنده مشكله ما، او تلاقي ان احنا زي ما قلنا قبل كده في كده شعر عندك بدأ ان هو ياخد تعريجه كده شكلها مش طبيعي بالنسبه للشعر، الشعرات بتبقى ماشيه كده وتلاقيها اتقطمت من حته كده واتنت شويه، كان شعرك طبيعته مفرود وبدأ بعد كده تحس ان الكسره اللي فيه زادت، كل دي حاجات بتقول لك اعملي ماسك كيراتين للشعر. فالماسك ده ممتاز جدا. اي حد عموما عنده تقصف في الشعر او هيشان او الاطراف تعبانه او اي مشاكل من اللي انا قلتها دي لازم تعملي ماسك كيراتين او بروتين مرتين في الشعر، وانا هنا بتكلم عن البروتين العلاجي مش البروتين اللي بنفرد بيه الشعر. فحمام كريم ايفا كلينيك ده بيقضي الغرض جدا في الجزئيه دي، ولكن حمامات البروتين ما تتعملش اكتر من مرتين في الشهر، هو كده يعني، هو علشان اكتر من كده هيبدا انه يدي معاكي تاثير عكسي، ممكن ينشف الشعرايه، فده حلو قوي تجيبيه مرتين في الشهر يقضي معاكي الغرض ده، ويفرق لو انت عندك المشاكل اللي انا قلتها، وهو برده قوامه تقيل وممكن يكون حجمه صغير شويه بس هو اقل كميه منه بتكفي، ومرتين في الشهر فهيقعد معاكي وقت كويس. ده رقم 3 معايا. رقم 2 بالنسبه لي وهو حمام كريم من شركه ريفون بالارجان، بيتباع في المواقع الاونلاين وممكن تلاقوه على الفيسبوك، يعني بيتباع عادي وممكن تلاقوه في الصيدليات الكبيره. ده ممتاز 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 لسببين انا حطيته رقم 2. اولا هو كميته كويسه، ريحته حلوه جدا. ده بقى في ميزتين بالنسبه لي، ان هو في نسبه بروتين فبينفع معايا مع الشعر شديد الجفاف او التلف اللي تعرض لحراره كتير او تعرض لصبغه وفي مشكله مثلا في الاطراف عندك، في نفس الوقت هو فيه ترطيب محترم، فهو بيديني التاثيرين، في بروتين وفي ترطيب عالي ومناسب جدا للاستخدام الاسبوعي. ممكن تستخدميه مرتين في الاسبوع، ممكن تستخدميه مره اسبوعيا مثلا مع الشاور بتاعك، بتسيبيه على شعرك مثلا نص ساعه 3 4 ساعه مفيش مشكله وما فيهوش مواد ضاره. اهم حاجه ان اي نوع حمام كريم في الدنيا ما بيجيش على فروه الراس وتغسليه، ده فعلا علاجي وبيفرق ومناسب لكل انواع الشعر ومناسب بعد الضرر اللي حصل للشعر. فده بالنسبه لي هو رقم 2. ده سعره بقى انا بشوفه باسعار مختلفه، يعني بيرنج كده
من 95 لحد 110 مثلا. رقم واحد بقى بالنسبه لي, وهو رقم واحد عشان هو تاثيره حلو قوي وفي نفس الوقت رخيص قوي, حمام كريم من ايفا اللي بيبقى موجود عندنا في اكياس كده, وموجود منه خلاصه الصبار او خلاصه بروتينات الزبادي تقريبا اللي عندي حاليا, اللي هو عليه لون هنا لبني ده بالصبار وبروتينات الزبادي. في منه ثلاث اشكال, دي بتبقى خضراء وفي منه دي بتبقى لونها بينك. تمام, انا جربت الخضراء وجربت البينك وجربت الزرقاء, كلهم ممتازين ما يختلفوش عن بعض في حاجه. ده انا حطيته رقم واحد لسبب ان هو اقتصادي, يعني هو كميته حلوه, هو 250 جرام في نفس الوقت سعره 45 جنيه, فبالنسبه لانه هو بيدي تاثير حلو جدا وفي نفس الوقت سعره قليل فده يخليه ترتيب كويس بالنسبه لي. ده بقى ينفع للشعر شديد الجفاف, وينفع لو انت شعرك تعبان من الحراره, ينفع لو انت عامله صبغه, وينفع كمان من الرطوبه بتاعه البحر والصيف, لو طلعتي مثلا تصيفي وشعرك اتبهدل نزلت الميه كتير او البحر كتير والكلام ده بيبقى كويس جدا, فده حلو حلو كمان للبادجت القليله. دي كده افضل خمس ماسكات انا شايفهم في الفئه الاقتصاديه دي. طبعا الماسكات كلها يا جماعه ما بتجيش على فروه الراس, وانت بتسيبيها في حاجات ممكن تسيب 10 دقائق ممكن تسيبها تلت ساعه. انا عن نفسي بسيب مثلا الحمام الكريم مش اقل من تلت ساعه على شعر عشان احس ان هو حصل له امتصاص. وركزي على الاماكن اللي هي فيها الشعر جاف قوي عندك. كنت نزلت فيديو قبل كده في انواع الماسكات اللي انا بعتبرها احلى حاجه في الدنيا يعني, بس فئه اقتصاديه اعلى بكتير من اللي احنا بنتكلم فيها, لو حد حابب يبص عليه, وكمان بتبقى متوفره بره مصر, هسيبه لكم في التعليق اسفل الفيديو. اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم, ما تنسوش تشتركوا القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس يستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله.